شادي نقول لك الاخت ديالي بالنسبه لي انا كل نهار عندي يعني بحال كل نهار كتموت يعني كنتفكرها يوميا ما كتحيدش من بالي. كنشكر الجميع كل من شارك في هذا الكتاب وكل من شارك وكل من وقف معه وكل من دار هذا المعرض. والله ما تلي تعرف ما نقول ان هذا الشيء صعيب علي كنعاود نحيد شيء من جديد. الله يجدد العافيه. يا ربي يا ربي الله يرحمها ويرحم جميع المسلمين وكنشكركم حتى انتم وكنشكر كل من ساهم. اعتقد ان مبادره اصدار هذا الكتاب الجماعي عن المرحومه توريا جبران هو مبادره محموده وتحسب لاصحابها. وهذه الفقيدة بطبيعة الحال تستحق منا كل التقدير وكل الإجلال رحمها الله نظرا لمسارها الفني الزاخر ونظرا لما رسخته من قيم ومن مبادئ ومن عطاءات كلها بطبيعة الحال تتمثل روح المسرح. أنا بالنسبة إلي قوة توريا جبران رحمها الله تتمثل في كونها هي الفنانة التي استطاعت أن تكثف في ذاتها إنسانيا وفنيا كل المعاني الراقية التي نظر من أجلها المسرح منذ بداياته الأولى مع اليونان إلى اليوم. يعني كل المعاني السامية للإنسانية متجلية في العطاء في الإبداع في العلاقة الإنسانية الطيبة في المحبة في نشر روح الإيجابية حولها كلها كانت تتجسد في هذه الفنانة. من زاوية الفنية بطبيعة الحال لا يمكن أن نتنكر لريبرتوار توريا جبران لا سيما مع تجربة مسرح اليوم الاعتبار أن هذه التجربة كانت من أرسخ ومن أقوى التجارب في تاريخ المسرح المغربي والذي بطبيعة الحال استطاعت من خلالها توريا جبران أن تؤدي أدوارا متعددة أن تحضر في سجلات فنية وفرجوية متنوعة وأن تبرز قوتها الحضورية كفنانة كممثلة فوق الخشبة وأن تستطيع أن بطبيعة الحال أن تضمن نجاح العديد من الأعمال الفنية لهذه التجربة. إذن أنا بالنسبة إلي يعني استحضار روحها من خلال هذا الكتاب واستحضار لروح فنانة ينبغي دائما أن نستحضرها في كفنانين وحتى كبشر على اعتبار أن كما قلت لك كل القيم الإنسانية الإيجابية تجسدت فيها وكل قيم الاحترام للفن ولأبي الفنون بالخصوص تجسدت من خلال ما قدمته توريا جبران طيلة مسارها رحمها الله. اليوم نحن في رحاب المعرض الدولي للنشر والكتاب نحتفي بإصدار جديد كتاب الأيقونة حول مسارات وحياة وفن الفقيدة الغالية توريا جبران. هذا الكتاب يصدر بمبادرة نبيلة من الأستاذ حسن نفالي والأستاذ عبد الجبار خمران وقد سعى المعدان إلى أن يجعل الكتاب ينقل صورة عن التعدد والتنوع الذي طبع مسار توريا جبران ولذلك هناك أكثر من 100 شهادة لكتاب مسرح ولأدباء في باقي حقول الإبداع وأيضا لزملاء تقاسموا معها تجربة الوزارة وأيضا هناك كتاب عرب ومغاربة. قيمة هذه المبادرة هي أنها أولا تحرص على أن تستحضر دائما روح توريا جبران بيننا. القيمة الثانية هو هذا الاحتفاء من خلال عدد الشهادات وتعددها وتنوعها. وبالنسبة إلينا ستظل توريا جبران حاضرة دائما حاضرة بالقيم التي تمثلتها في الفن والحياة وحاضرة أيضا بأعمالها الفنية سواء على الخشبات أو في الشاشات وحاضرة ثالثا بأيديها البيضاء سواء في الحقل الثقافي والفني أو في الجانب الاجتماعي حيث كان يعرف عنها رحمها الله أنها كانت دائما تقدم المساعدة للمحتاجين سواء في الوسط الفني أو خارج الوسط الفني. فإذا بشكل عام يطمح الكتاب إلى أن يكون في مستوى عطاءات توريا جبران التي نستحضرها اليوم ونحتفي بروحها ونجدد عليها دائما الرحمات. هذه لحظة ديال الوفاء
ديال العرفان لهذا الإنسانة ثورية جبران اللي عاشت من أجل الوطن، عاشت من أجل هذا البلد، كانت إنسانة خدومة، إنسانة محبة للحياة، إنسانة يعني كل ما تملك هو للآخرين. فالتجربة اللي قضيت معنا شخصيا سواء في مسرح اليوم أو في وزارة الثقافة كانت تجربة يعني حافلة، وتجربة اللي كنا تعلموا منها دروس كثيرة، دروس في الصبر، دروس في الإنسانية، دروس في كيفاش الإنسان يقدر يجيري المعاناة، كيفاش يقدر يعني يتفاعل مع كل اللحظات سواء اللحظات ديال الحزن أو لحظات ديال الفرح. فتوريا كانت هي هذه الإنسانة هذه، فهذه اللحظة هذه احنا كنعتبروها بأنه شيء بسيط جدا مما قدمته توريا لهذا الوطن. احنا كنعبروا لها من خلال هذا الكتاب، كنعبروا لها على اعترافنا وعلى وفائنا وعلى أنها دائما بيننا توريا، وغدا تبقى بيننا رحمها الله يعني حاضرة بإبداعاتها، حاضرة بأفكارها، حاضرة بروحها. فنتمنى لها الرحمة والمغفرة والثواب في هذا اليوم.